يا اهلا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام. قبل ما نكمل حديثنا عن لقاء الخميس الاحتفاء بابطال الاولمبياد الوطني والابطال اللي يستحقون ان نحتفي فيهم، خلونا نتابع الخبر اللي بدانا فيه حلقتنا عن سقوط الرافعه في المسجد الحرام، واللي كما ذكرنا في اخر الاحصائيات والارقام اللي وردت لنا كان عدد وفيات قرابه 65 وعدد الاصابات قرابه 154 اصابه. متابعة المستجدات معنا الدكتور إبراهيم اليحيى وهو مدير عام الخدمات الطبية والإسعافية في الهلال الأحمر. دكتور إبراهيم حياك الله معنا. حياك الله، السلام عليكم. دكتور تعطينا بس آخر الإحصاءات، آخر الأنباء حول هالحادث. والله هو عموما الحدث بدأ من سقوط رافعة مع الأحداث الجوية اللي حصلت في العاصمة المقدسة. كانت بداية الحادث الساعة 17:19 يعني 5:19 العصر. نعم صحيح. وكان الحرم مزدحم لأنه كان قبل الصلاة، ف يعني للأسف حصلت يعني حالات وفيات وإصابات كثيرة، يعني الناتجة من سقوط الرافعة وأيضا حالة تدافع يعني من خوف على طيب دكتور الإحصاءات اللي ذكرناها هل فيه يعني أرقام أخرى غير اللي ذكرناها؟ هو بالنسبة للحالات إصابات في مجموعة إصابات ناتجة عن السقوط وأيضا حالات الازدحام والتدافع. الهلال الأحمر عمل نقاط فرز باب علي وباب المروة وباب السلام، وباشر الحدث في 3 دقائق، وكان في ونقل عالج حالات بسيطة في الموقع، وأيضا نقل 49 حالة المستشفيات المجاورة. شارك الهلال الأحمر 68 فرقة، منها 60 فرقة إسعاف أساسي، وأيضا 8 فرق من إسعاف غير أساسي متقدم مديك. الفرق شاركت من العاصمة المقدسة، ودعمنا بعض الفرق من الطائف وجدة عشان تكون في القرب من مكان الحدث. وأيضا دعمنا من المشاعل اللي بالقرب من العاصمة المقدسة مثل عرفة أو منى. طيب دكتور أخيرا إبراهيم، هل نتوقع زيادة في عدد الإصابات أو عدد الوفيات؟ مع دكتور إبراهيم؟ لا، بالنسبة للأعداد اللي الإصابات اللي تمت إن شاء الله ما نعتقد إنه بيكون في زيادة، لأن الحدث انتهى تماما الآن، وما زالت فرق الهيئة موجودة في الأحمر، موجودة في الحدث، ولا نعتقد في زيادة عن الفرقة اللي تم نقلها الآن. جميل، شكرا دكتور إبراهيم اليحيى مدير عام الخدمات الطبية بالهلال الأحمر، والحقيقة يعني رحم الله المتوفين وأحسن الله عزاء ذويهم، وكذلك سأل الله أن يشافي ويعافي المصابين من جراء هذا الحادث سقوط الرافعة.